تأسرني، واللطف يبهرني، وطيبة القلب لا يعلوها ولا يسبقها عندي شعور. اللهم إني أعوذ بك من القسوة وأصحابها. اللهم اجعل لي نصيبا وحظا موفورا من الطيبين الحنونين الرقيقين. صباحكم سعيد. صباحكم سعيد يا متابعيني الحلوين، وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. فيديو النهاردة هو سلسلة لتكملة التظبيطات اللي احنا كنا بنظبطها مع بعض. عملنا هدوم، ستاير، مش عارف ايه، دولاب، زبطنا شوية حاجات اليومين اللي فاتوا، والنهاردة هظبط اكتر حاجة كنت مأجلاها رغم ان هي سهلة وبتخلص بسرعة، وهي الجزمة او الدولاب او الخزينة بتاعت الشوزات او الجزم. المهم يا جماعة، ما اقدرش افوتكو في كوباية القهوة. ايه رأيكو في فنجاني الجديد؟ ايه رأيكو؟ حماتي ديتوني هدية، هو فنجان تاني لجوزي. الحقيقة يعني ان هي كان جاي لها هدية 6 فناجين فوزعتهم علينا، بقى كل حد خد فنجانين. ربنا يديها الصحة والعافية ويشفيها يا رب. بصوا بقى، كوباية القهوة بتاعت الصبح، والله يا جماعة الواحد مش عارف من غير القهوة دي هيعمل ايه. عايزاكوا ترشحولي انواع بن حلوة، علشان عايزة اشتري بن جديد للإسبريسو يعني، وخايفة اغير النوع بتاع لافازا. على فكرة لافازا يا جماعة طلع مش مقطع، لانه براند ايطالي، سألت في الموضوع ده وانا متعودة عليه، فمش حابة اجرب اي حاجة تطلع مش حلوة او متبقاش بنفس الكواليتي. بصوا يا جماعة، حلقوا للجنينة خلوها صلعاء، مش عارفة ليه كده بجد. هي كده كده هتطول تاني، بس يعني ما بحبش شكلها اصلع كده. المهم يا جماعة، صورت لكم الحتة دي ودخلت اشرب القهوة في التكييف، ما خبيش عليكم يعني الجو نار نار يا جماعة، يعني ربنا يا رب يحمينا ويعافينا. تعالوا بقى اوريكم شكل الجزامة قبل ما تترتب. والله منظر مرعب، بس انا كنت كل ما ابقى نازله او بلم حاجتي ورايحه عند حماتي علشان خاطر زي ما قلت لكم تعبانه وكده، كنت اخد حاجه واشيل حاجه واحط حاجه واحط دي واشيل دي و لغايه ما الدنيا اتكعبلت مش فاضيه خالص اعملها. فجي بقى ايه الوقت ان انا اظبط كل حاجه. لا 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 لا، مش هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. خلونا نخرج بقى كل الكلام ده. بصوا يا جماعه، انا شخص بيحب الجزم والشنط، بس الجزم اكتر، ودي تقريبا تالت جزامة اعملها علشان تكفي حاجتي. وفي الواقع يعني المقاس ده طلع مناسب جدا وخد الجزم، مش بس الجزم كمان الشنط، فخلونا نقول ايه يعني الحمد لله. ولكن في يعني شوزات كتير دي كانت معايا من فترة كبيرة، يعني في حاجات يعني عارفة لما تشتري حاجة الكواليتي بتاعها كويس تعيش معاكي ممكن 4-5 سنين كمان، على حسب برضو استخدامك وطريقة الحفظ بتاعتك ليها. علشان احنا لما بنحفظ الجزم او الشنط بطريقة غلط بتقشر. هتلاقوني كمان حاطة المادة الحافظة في كل رف اللي بتيجي مع الشوز في العلبة او في الشنطة. البليدج طبعا ده للتنظيف الاخشاب، بيبقى لذيذ قوي. ولازم طبعا احط مفارش في الجزامة علشان خاطر بتحافظ على الخشب نفسه ان هو يتجرح وانتي بتدخلي وبتطلعي الشوزات، خصوصا لو بكعب، وبتحمي برضو من التراب. والمفرش كده كده بتاخديه تغسليه وتنشريه ويرجع تاني بيبقى زي الفل. بصوا كده فرشنا المفرش، تعالوا نرص بقى رصة رايقة. ودايما لما برص الشوزات بعض الفلف فيهم كده شوية علشان خاطر قولوا معي الاقي لها رصة حلوة في الاخر تبقى مناسبة، عاملة مثلا زي الدريسنج او زي المحلات مثلا، تبقى الحاجة كده الالوان موحدة برضو ولاقين على بعض وشكلها كده منمق. هلنا بس ندخل الايد دي جوه الشنطة عشان ما تاخدش مساحة.
المهم يا جماعة قولولي انتوا عاملين ايه وقولولي انتوا بتحبوا الجزم والشنط زيي ولا لا. وطبعا طبعا انا من عشاق الكعب العالي، مع انه متعب جدا ومضر جدا جدا جدا، بس انا بحبه قوي. بس طبعا مش بخرج بيه كل يوم، بس لما بيتطلب خروجة فيها كعب بلبس كعب. نحط بقى الشنط كده جوه ونحط الشوزات قدامها. زمان كنت احب الشوزات اللي هي ببوز من قدام كده ومقفولة، دلوقتي بقيت افضل الحاجات العملية اكتر، حتى لو عالية، اللي هي تبقى مفتوحة من قدام من عند الصوابع كده، بتبقى مريحة اكتر من المقفول، بحس ان هي تبقى كاجوال اكتر كده، تقدروا تخرجوا بيها في اي مكان عادي، خروجاتها اكتر على بنطلون جينز مثلا او كده، بيبقى شكلها برضو حلو، مش لازم تبقي لابسة فورمال او حاجة زي الشوزات المقفولة. ادي اول رف خلصناه. طبعا علشان انا قصيرة واخدة الرفوف التحتانية، وعلشان زجزوجي طويل، فانا مدياله رفين بحالهم من الجزامة، بس يعني ياخد منها حتة، بس يعني مدياله يعتبر رفين فحطهم له فوق خالص علشان ايه، ما يبقاش فيه معاناة لما يجي يطلع حاجته. في بقى طبعا حاجات كنت موفقة في اختيارها في الشراء بتاعها، طبعا في حاجات بتطلع مش مريحة، هي دي المادة الحافظة اللي بقولكوا عليها، ارمي كده في كل رف واحدة. ولو في علب شوزات انت حطاها مثلا للشتاء، او حاجات مقفوله في علب او كده، خلي المادة الحافظه فيها ما ترميهاش. وبرده الشنط خلي في كل شنطه واحده او اتنين، ما تطلعهمش ترميهم. ده كنت جايباه من ديجافو، اكتر حاجه طلعت مريحه وشكلها حلو قوي وصيفي جدا. ده كنت جايباه من شي ان الابيض. طبعا هحاول افتكر لكم، انا ده جايبه للبيت، بس لما جبته ولبسته كده حسيت ان شكله حلو قوي ينفع تخرجي بيه. معلش التنمق، بس عشان كل حاجه ايه تاخد مساحتها. ده حلو قوي بقى، ده بحسه كده ايه، صيفي كده ومصايفي قوي او لزوز يعني. طبعا الشوز الكحلي لازم يكون في حاجه كحلي في الجزمه من الاساسيات، زيها زي الابيض. بس انا يا جماعه مؤخرا ما بقيتش ابدا احب البس شنط بيضه، ما اعرفش ليه، يعني كنت بحب زمان بس دلوقتي لا. ممكن شوز بيضه، سليبر ابيض، مش عارف ايه، لكن شنطه لا، مش حابه، مش عارفه ليه، بقالي فتره كده مش متقبله موضوع الشنط البيضه ده خالص. زمان كنا لازم نلبس الشنطة نفس لون الشوز، دلوقتي بقى لأ، يعني مش شرط، تلاقي ممكن ده لون وده لون، بس طبعا برضو لما بيبقوا لون واحد بتبقى فيه شياكة كده فريدة من نوعها. خلصنا تاني رف، بصوا المنظر اختلف تماما تماما يا جماعة. طبعا جوزي هيقولي انتي حاطة لنفسك كل شوز لوحدها ومديه كده في سبيس بين كل قطعة والتانية كأنك في المحل، وانا حاطه لي جزمي فوق بعض انا هستنى الكومنت ده منه على فكرة بصوا ده كنت جايباه من شوروم من تقريبا 4 سنين. شوروم الحاجات بتاعتها حلوة قوي، الكواليتي بتاعها حلو قوي، وبتعيش زي ما بقولك كده، طول ما انت بتحافظي على الحاجة وبتشيليها بطريقة كويسة وبتحطي المادة الحافظة فيها، ومش بتبقي حاطاها في مكان مكتوم، بتقعد معاكي فترة طويلة جدا. ساعات بقى بحب احتفظ بعلبة او اتنين او تلاتة لحاجاتي والجوزي برضو. الكعب ده بقى يا جماعة، شايفين المقاس الكعب ده؟ ما بحبوش تماما تماما اطلاقا بقى، اللي هو الكعب اللي هو نص لبه ده ما تعرفيش هو ده كعب ولا فلات، اللي هو النص نص ده ما بحبوش، هو يا عالي جدا يا فلات. وبعد يا جماعه ما رصيت الجزامه اكتشفت ان انا محتاجه اجيب حاجات فلات،
ما اعرفش ازاي، بس اكتشفت كده ان انا محتاجة اجيب حاجات تكون فلات، وعلى الاغلب تبقى سليبرات مثلا او حاجة لازم يكون فيه او موجود. هنا بقى حطيت الحاجات بتاعت البيت، ما اعرفش عندي منهم كتير ليه، بس يعني حطيتهم تحت. لو يعني حبيت البس في البيت، انا حط طبعا في كل مكان سجاجيد بس مش شرط البس قوي في البيت، بس لو حد جالي وكده يبقى المكان هنا ايه موجود، او لو حد عايز ياخد حاجة يلبسها يعني وهو رايح التواليت او كده. تعالوا نكمل رص. طول عمري بقى يا جماعة بحب الشنط الكبيرة، وبحب وبميل قوي قوي للشنط الكلاسيك، ولكن برضو مؤخرا بقيت اميل للحاجة العملية اكتر. ولا انتوا رأيكوا ايه؟ عجبكم الرص؟ قولولي وصلتوا لحد هنا ولا رحتوا فين؟ نمتوا؟ نمتوا مني. خلصنا الرف التالت والرابع، خلص برضو. هرتب انا بقى بتوع جوزي ايه، ما تشغلوش بالكم انتوا بالرفين دول، هنظبطها. بس انا هاخد منه حتة حتة بس كده، ايه هوريها لكم دلوقتي. نكمل بقيت سليبرات البيت دول الشتوي بقى، الاحمر والاسود دول علشان ايه السقع. ايه رأيكم يا جماعة كده؟ ما خدش وقت، خلصنا بسرعة، إيه بقى المنظر جمالي اكتر. هنا بقى خدت منه الحتة الصغنونة اللي على اليمين دي، احط فيها السنيكرز بتاعتي. ما لازم برضو، دي مهمة، ما ينفعش ما يبقاش عندنا. ودول نسيت احطهم فحطيتهم في الاخر. يا رب تكونوا اتبسطتوا يا جماعة، لسه ما خلصناش، لسه ما خلصناش. انا في ناس طالبة مني اعمل فيديو نص ساعة او ساعتين تلاتة اربعة كده. ان شاء الله المرة الجاية، المرة الجاية، المرة دي يبقى ربع بس. انا بعمل باي باي للجزمة، لكن احنا لسه ما خلصناش. هفيني الشوق انزل يا جماعة اروح النادي اتمشى، بس فعلا فعلا زي ما بقول لكم ندمت برضو، ندمت. الجو غير يعني غير يعني مش مساعد ابدا على النزول، ابدا مش مساعد ابدا ان الواحد ينزل. بجد الجو صعب، الصبح زي بالليل زي عز الظهر، حر قوي. انا عايز اعرف بس هي الموجه دي هتنتهي امتى، لو في امل انها تنتهي خلاص هعيش على الامل ده. بجد الجو صعب 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 قوي 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 قوي. هنعمل ايه؟ الحمد لله. ومع ذلك يا جماعه ما اعرفش ليه بستمتع بكوبايه القهوه سخنه في عز الحر. زمان كان الصيف بالنسبه لي ايس كوفي وتلج وحاجات كده، دلوقتي مش عارف القهوه السخنه هي اللي بتكيفني اكتر من السقعه. مش عارفه مين زيي، بس محدش هيفهم اللي انا بقوله ده غير اللي بيحب يشرب القهوه سخنه. حتى في الصيف بحس ان القهوه السخنه بشربها من هنا كده بتعدل مزاجي، بتفوقني خلاص، احس ان انا شربت قهوه فعلا. انما الايست كوفي بحس بقى خلاص ان هو دي حاجة دلع كده، حتى لو عاملة دبل شوت بحس ان دي حاجة دلع كده. رحت اقعد على البول شوية، لربما يكون الجو طراوة، ولا طراوة ولا نيلة، لقيتش بس غير الاضاءة العالية جاي فيها الـ النحل والدبابير والحاجات اللي بتقعد تطير بالليل على النور دي والجناين وكده، فخدتها من قصرها وقمت مشيت. المهم يا جماعة أنا اتبسطت جدا وأنا بعمل لكم الفيديو بتكلم معاكم، يا رب تكونوا اتبسطتوا، وأشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.